ردة فعل الشعب أقوى نعزي. أقوى من السياسيين. نعزي ذوي الضحايا ونستنكر وندين الاعتداءات المتكررة على شعبنا العراقي. كل البرلمان كل البرلمان متواطئ ويا الشعب التركي، كلهم عندهم استثمارات وعندهم فيلل، والمفروض اليوم برلمان يسوي جلسة طارئة، جلسة طارئة. الشعب أطفال كلهم ضربت، وانتم قاعدين لي والله عطلة، رايحين بالبيلاروسيا ورايحين مدري وين، بيانات خجولة وبيانات خجولة الحلبوسي، ولا نزل استنكار، يعني من سابع المستحيلات اكو دولة هيج تنضرب والبلد ساكت. يا معودين يا مجلس النواب اصحوا شوية، اصحوا، هذا الشعب العراقي، هذا بلاد النهرين عمره 7000 سنة، يجابوا تركيا يضربنا، واحنا نطالب المتظاهرين الساعة بالأربعة الوجود أمام خطوط الجوية التركية. ما نريد أي شركة، أي مكانات التركية تبقى ببغداد، أي شغلة تركيا تبقى ببغداد، ما نريد بالعراق كله نستنكر. هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة.